وفكيته، وكنت بحاول ان انا يعني اعمله معاكم على اللايف اللي فات، لكن للاسف اتقطع. الصدق ليه اشكال كتيره جدا عندكم، ممكن في ناس بتحب تعمله محمر بالثوم، لكن انا النهارده هعمله بطريقه مختلفه شويه. انا بحاول اقصه بس دلوقتي عشان هو كان ملزق في بعضي من ساعه كوتوموتو. ما لقيتش عندي في البيت للأسف غير 2 بطاطس، فقلت ممكن أعمل له صدق بالبطاطس مع البصل، فده حاجة يعني سريعة، وربنا يقويني بقى وأعرف أنزل أعمل شوبينج وأشتري الحاجات اللي ناقصاني، لأن فعلا بجد من ساعة الصدمة اللي خدتها في البطيخة مش هقدر أقوله هاتلي حاجة تاني، يعني ممكن يجيب لي حاجات غريبة عند حرام. يعني هو مش أنا والله كمان اللي دفع حق البطيخ ولا التوست ولا الحاجات، هو جايبها لي على حسابه، بس الفكرة إن يا دوبك هو أكل نص بطيخاية وأنا نص بطيخاية، وحسينا كده وبصينا لبعض، قال لي يا ماما هتخفي امتى عشان تجيبي البطيخة الكبيرة. قلت له حاضر يا حبيبي، والله اوعدك انا اول ما انزل اجر الترولي واقدر هدوس واشتري كل الحاجات اللي ناقصاني. فدلوقتي انا هجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسة او حلة. انا ممكن عارفة كويس جدا ان ناس كتيرة قوي قوي ممكن تكون بتعرف تعمل، طبعا الصدق حاجة سهلة قوي. هولع عليها النار بس، وهجيب نقطة زيت ذرة. وزعلت قوي لما الفيديو اتقطع والله، لانه كان في ناس كتيرة بحبها موجودة، بس مش مشكلة بقى، هو كده كده الفيديوهات دي اصلا يعني ممكن تقعد شوية بعدين امسحها لانها مش هتدافع قوي يعني. لكن الهدف كمان من الفيديو ده كمان كنت عايزة اقوله طبعا في كوتوموتو، لكن ما عرفتش، حاجتين مهمتين جدا انا حطاهم فوق التلاجة والله عشان افتكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ناس كتيرة جدا سألتني على اللبان الذكر. اللبان الذكر اللي هو العلكة المرة عندكم بتبقى موجودة في كل البلاد العربية، بنحط عليه شوية مية وبنسيبه في إزازة، وقبل ما نبتدي نستعمله على الوجه، هو عبارة عن سمغ في المية بيتحول للون ابيض زي ما انتم شايفين اللون بيختلف. اللبان الذكر من الحاجات اللي انا بصراحه بحبها جدا جدا في حياتي. ممكن اليوم اللي ما اعملش فيه اي حاجه في وشي او اي ماسك واغسل وشي بس خالص، اخد اللبان الذكر ده اللي منقوع في ميه عادي جدا في ازازه، وبيعيش بيقعد بالشهور، يعني ممكن تعملي ازازه كبيره وتفضل عندك شهور. وبتجيبي البخاخه بتاعتك وبتغمضي عينيكي كده، تقفلي بقك عباره عن ايه؟ اللبان الذكر عباره عن سمغ، نوع من انواع السمغ، هو مرطب، وخصوصا ان بلدنا حر في مصر، فانا بنصح كل الستات اللي تقدر تعمله تحط معلقة لبان ذكر في كوباية ازاز وتنقعه في شوية مية، وبعدين لما يبرد تعبيه في ازازة وتشيليه عندك في التلاجة. اول ما تحسي ان وشك ابتدى يجف من سخونة الشمس ومن الحر، ترجي الإزازة وبخي منه على وشك. مرطب طبيعي جدا جدا للبشرة، عبارة عن سمغ، لما بينشف على البشرة بيخلي البشرة مشدودة بسيط ناتورال. الحاجة التانية هي
نفس الفكرة بتاعت اللبان الذكر برضو، لكن انا حطيته اول امبارح، نقعته يعني اول امبارح ده، لكن ده قديم، ده نقعته اول امبارح. الزيت كان لونه مختلف تماما، دلوقتي الزيت ابتدى يغمق. الزيت بتاع اللبان الذكر ده عبارة عن شيء مفيد جدا 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 للتجاعيد تحت العين. اول ما بتحطي اللبان الذكر وبتغطيه بشوية زيت عادي جدا، بعد حوالي اسبوع تقريبا او اسبوع او 10 ايام، من اسبوع لعشر ايام بتلاقي اللون بتاع الزيت اختلف تماما. بعد كده بتجيبي قطنة، قطنة من القطن اللي هو بتاع الميك اب ده المدور ده، وبتقصيها على هيئة هلال. يعني ممكن اجيب المقص، بس المقص مش نظيف ناو. اوكي، وبتيجي من هنا كده بتتني القطنة نصين وبتروحي عاملة كده زي هلال يعني، وبتروحي عاملة كده كده خلاص، وبتفتحيها. اوكي، وبعدين بتروحي قصاها من هنا ومن هنا. لما الزيت بتاع اللبان الذكر ده يبقى غامق جدا بعد اسبوع، بتحطي القطنة دي في الزيت ده وبتعصريها، وبتيجي بالقطنة دي بتروحي حطاها هنا كده وبتسيبيها تحت عينك. انتي صاحية تعالي، وبتحطيها تحت عينك كده اهو، وبتسيبيها وهي مبلولة بالزيت بتاع اللبان الذكر. بتبقى عبارة عن ماسك لجفون العين، بتشيل الهالات السوداء، بتشيل التجاعيد، بتساعدك جدا على ان انتي تضيعي الاسمرار اللي تحت العين. انا ابتديت ألجأ للحاجات الفعالة القديمة بتاعتي اللي هي اصلا انا جايباها معايا من مصر من 6 شهور لما كنت عند امي، وصورت كمان فيديو بعد لما خلص اللايف ان شاء الله هبقى انزله ازاي عملت دي وازاي عملت دي. دي انا لسه عاملاها، فلسه بدري عليها جدا، فمش هقدر استعملها خالص، فانا هخليها فوق التلاجة هنا عشان كل شوية ابص اشوفها وارجها واشوف لون الزيت بتاعها بيتغير ولا لا. وده السبراي اللي هو ضد التجاعيد وبيخلي البشرة مشدودة ومعمول من اللبان الذكر. اما اللبان الذكر العادي اللي هو اصلا نفس الفكرة دي، يعني العادي يعني اللي احنا بنعمله دايما لما بنشربه يعني، بتحطيه في ازازة بمية سخنة وبتخليه عندك في التلاجة بعد لما يبرد، وريحته تحفة، بيفضل جوه التلاجة فترة طويلة جدا. قبل دايما ما تشربيه على الريق بترجيه جامد علشان تتأكدي ان كل اللبان الذكر اللي مترسب في قاع الازازة، بلاستيك ازازة، حديد ازازة، اي ازاز، بس المهم ان انتي لما تحطيه في التلاجة يكون اوريدي بارد وبتشربيه على الريق. دول الثلاث حاجات المكونات اللي انا ما بستغناش عنهم للبان الذكر. ايه هي فايدة اللبان في الشرب؟ اللبان الذكر في الشرب بالنسبة لي بيخلي صدري مرتاح في التنفس. اوكي، بالنسبة للمدخنين لما بيشربوه، اوبس سخنت موت، المدخنين لما بيشربوا اللبان الذكر بيضيع لهم الكحة وبيخلي الصدر نقي جدا وبيبقى مفيش اي سعلة او كحة يعني. ناو انا هقطع البصلاية بتاعتي وهبتدي اعمل الخلطة بتاعت الصدق. اوكي،
وبشكر كل الناس اللي دخلت في الفيديوهين العبط اللي قبل ده على طول. وبعتذر لكم انه الفيديو اتقطع. انا شكيت انه ممكن يكون من الفيس، لكن في الفيديو الاخير كنتوا موتوا حاجة مش ممولة يعني، فعرفت بعد كده انه ممكن يكون من الانترنت، والله اعلم. انا عن نفسي بصراحة ممكن الاقي الفيديو ما جابش غير 4000 مشاهدة او 5، ده معناه انه فيديو ميت، فمش بخليه يعني. لكن المهم ان انا بكون في خلال الفيديو قلت الملعومة يعني للناس، والناس اوريدي سمعتها، واللي ينفذها بينفذها. ما تضحكش عليكم، انا لسه مخفتش 100% طبعا، لان لو خفيت كان زماني نطيت في البنطلون ونزلت علشان اروح اجيب حاجاتي اللي ناقصاني يعني من الشوبينج. انتوا بتشاركوني حاجات كتيرة جدا، ممكن يكونوا اهلي نفسهم مش بيشاركوني زيكم يعني. اما انا اكون واخدة تطعيم ويحصل لي كل ده منه، امال الناس يا حرام اللي ما بيستحملوش اعراض الكورونا وبتجيلهم يعملوا ايه؟ حقيقي بجد متعبة، متعبة جدا يعني. يعني كل لما تشد نفسك كل لما تلاقي اعراض تانية جاتلك، اعراض الصداع تروح تلاقي السخونة، السخونة تروح تلاقي حاجة تانية، وجع العظم، وجع العظم يروح تلاقي زورك وتلاقي مثلا كحة يعني. يا فاغلب الحاجات، حتى تلاحظوا ان صوتي لسه ما رجعش زي الاول. فاغلب الاعراض اللي بتتواجد حاليا دلوقتي، انا بحمر البصلة، اغلب الاعراض اللي بتلاقيها عند الناس اللي واخدين التطعيم على حسب مناعتهم، في ناس اوريدي مناعتهم كويسة ممكن عادي يعني يستحملوها، وفي ناس مناعتهم ضعيفة زي انا بتتعب بسرعة منها. استحملهاش يعني. الحاجات اللي انا عملتها في الفيديو اللي قبل اللي اتقطع قبل كوتوموتو، كان في فيديو بتاع الافوكاتو. اذا حابه تحطي للافوكاتو عسل ابيض، انا ما حطيتش عسل ابيض لاني مش عايزه عسل ابيض على شعري انا. لكن انتي لو حابة تعملي الافوكاتو ماسك، الهير ماسك، ممكن تحطيله بضاية، معلقة جوز هند او معلقة زيت زيتون، وبتقطعي طرنشات يعني، وتحطيه في الخلاط مع البضاية، وبتحطي عليه لو حابة، لو انتي حابة بتحطي عليه معلقة عسل ابيض. هير ماسك افوكاتو حلو جدا جدا جدا، وطرالي شعري فعلا، حسيت بيه وانا بغسله بعد نص ساعة سبته. ممكن تسيبيه ساعة، ممكن تحطيه على شعر مبلول، ممكن تحطيه على شعر مغسول. ماسك الافوكاتو للوجه حسيت ان وشي فيه طراوة غريبة الشكل بصراحة يعني، رطب وشي واداني ترطيب عالي جدا جدا في وشي، وفي نفس الوقت حسيت انه عامل زي ما يكون الاوضة فيها تكييف، مع اني يعني الدنيا هنا في لندن حر وفي رطوبة. فهو بصراحة حلو قوي قوي قوي، عجبني يعني. انا لما عملته عجبني، النتيجة بحسها وانا بغسل وشي منه. فكرة الماسك اللي بلبسه فوق الماسك، لما بلبسه فوق الافوكاتو فكرته حلوة،
اللي هي بالنشا اللي انا عملته. فكرته حلوة ليه؟ لانك لما بتشيلي الماسك بتشيلي الطبقة بتاعة النشا الناشف من على وشك، فبتبقى عبارة عن صنفرة ناعمة بسيطة لوشك بعد الماسك. ممكن تسيبيه من غير الماسك عادي ينشف، وتشطفيه بمية دافية وتغسلي بالفيس ووش اللي هو اللي انا عملته لكم ومنزلة الفيديو على الصفحة. الفيس ووش بتاعي حلو جدا جدا، اللي هو بصابونة الدوف، التخانة بتاعته حلوة وهيلة وريحته حلوة وبيعيش كتير. يعني انا عن نفسي عاملة 2، واحدة في الحمام وواحدة في التلاجة احتياطي يعني. ناو انا حمرت البصلاية، هنزل بالصدق مقانق فوق البصل. وهحاول ان انا ادبل السوسيس شوية على بال ما أقرأكم. حابة أوريكم حاجة كمان كويس إن أنا افتكرتها. هتجيبي لو أنت ما عندكيش ماسك اللي هو بنلبسه ده، هتجيبي منديل عادي من المناديل التخينة بتاعة الأكل، أو تجيبي اللي هو الويت بيبر اللي هو المناديل المندية المبللة، يعني مش عارفة اسمها ايه، اللي هي الوايت. اوكي، هتتني جزء من فوق من هنا كده و هتتني تاني من هنا كده. اوكي اهو، هتجيبي المقص وهتاخدي منه كده، وتبقى انتي كده عملتي العين. هعملها تاني قدامكم وانا بطبخ دلوقتي كده اوريكم اهي. اوكي، وبعدين هتيجي تعملي تقصي زي مكعب منها يعني اهي. اوكي، كده انتي عملتي العينين. ممكن لو حاسة ان هي يعني مش واصلة للاخر، هي انا تنيتها قدامكم عشان تفهموا، باجي كده واعمل كده واروح موسعة شوية علشان اوصل للشكل اللي هو بيوصل للعين ويسيب مساحة للانف. وكده يبقى انا عملت العينين بتاعة الماسك. هاجي من النص تاني وهتنيه كده. اوكي، وهاجي من هنا علشان الانف، وهعمل الفتحة كده، وبعدين كده اهي. ناو يبقى انا عملت العين وفتحة الانف. ممكن لو حاسة ان هي قصيرة تطلعي بيها لفوق وتقصي لفوق حتة كمان. الفكرة ان انا ما يكون معيش فلوس اشتري ماسك. alright اوكي اهو خلاص، انا معيش فلوس اشتري ماسك. في حتة زيادة هنا هروح تانيها لفوق وقصاها اهي. now like that. alright، وهتيجي بالنص تاني تقسميه، وهتنزلي بمساحة عقلة صباع صغيرة، وهتتني الحتة دي، وهتروحي قصة حتة منه زي هلال كبير كده. وده الوجه بتاع الماسك لما تحبي يعني تعملي. ممكن لما انت بتلزقيه، او لما انت مثلا بتلزقي الماسك على وشك بال
منظر ده كده خلاص. لو انت حاسة ان البق طلع بعيد قصي الحتة دي، يعني استغني عن الحتة اللي هي في النص دي، هي هشيلها قدامكم، ويبقى انا كده خدت البق كده اهو. اوكي، انا لو عايزة اعمل فيس ماسك بعمل الفيس ماسك بتاعي، ممكن اجي في الحتة الاخيرة واروح قصاها واعمل مثلا بياض بيضة. خلاص انا عملت بياض بيضة مع معلقة نشا. خلاص ناو انا محتاجة احط ده على بياض البيضة ومعلقة النشا، وبيتبل من الماسك، بيلزق. لما بيخلص الماسك وينشف بتروحي شايله. ده للناس اللي هي ما عندهاش فلوس تشتري ماسك تعمل من البيت، يعني تعمل الحاجة في البيت. ناو انا بحاول احمر كده بسيط مع البصلاية، وبعدين احس ان هو ابتدى يشد انزل بالبطاطسيات بتاعتي، بعدين اغطي عليه واوطي، وملح وفلفل، بيبقى طعمه حلو قوي الصدق بالطريقة السهلة دي. ونجيب النضارة بقى ونشوف حبايبي بيكتبون ايه. امي زمان كانت هوايتها التفصيل، وكانت بتفصل لنا هدومنا، وكانت احيانا تعمل حاجات وتقول لنا احنا نكملها. يعني مثلا هي مثلا عملت لي انا تايور، يا تايور كان زمان موضة، اللي هي البنسل سكيرت، اللي هي الجيبة الضيقة وبتحط فيها كل الشغل خلاص والسوستة والحاجات. لكن ممكن تيجي عند الديل مثلا عند تروح قلالي قفليها، اقفلها يعني ايه؟ تقولي يعني القطيها، القطي ديل خياطة، يعني زي الخياطة اللي هي بتتني بيها اي ديل اي حاجة يعني. فكنت انا اقعد احيانا معاها اقفل حاجات هي مثلا عملتها لي وفصلتها لي، او انا اكون وانا صغيرة احب اكون مميزة اروح اشتري المجلات بتاعت فينوس، كانت زمان فينوس، والبوردة، واختار لون معين من القماش، ونروح البيت انا وهي، وتبتدي تقيس وتجيب الباترون وتقص وتعلم وكل حاجة، وتفصلي الموديل زي المجلة بالظبط ومع التاتش بتاعي انا، وبقى لابسة حاجة مفيش اخوها ومفيش حد لابسها. فقر وعنطازة، ما انا كنت بنت ضابط عادي، ضابط جيش عادي، وهي كانت انسانة مكافحة. لكن احنا مع الوقت الحاجات اللي كنا بنعملها وبنساعد بيها امنا غصب عننا اتلقطت ودخلت جوه راسنا، فبقينا لما ابتدينا نعيش في الغرب بقينا نفتكر مثلا سكنوني في أوضة وما عنديش ستارة وانا لسه في البداية، طيب انا اعمل ايه علشان اعمل ستارة؟ ممكن اخد ملاية سرير قديمة عند اكشكشها، اتنيها وكشكشها واحط فيها استك وعلقها وتبقى ستارة. كنت بحاول ان انا اكمل الحاجات اللي ناقصاني بحاجات رخيصة، لان هي دي الغربة، انتم ما تقدروش تعرفوها غير لما تعيشوها. تعيش في مكان الناس كلها تكشفك، ولا تاخد الملاية بتاعت السرير وتحط لها استك وتبقى ستارة؟ اللي بيعيش في الغربة بيتعلم تقريبا الحاجات اللي فعلا